المستجدات هي احنا مني التحقت بينا شيماء مشينا جناها من الشارع اللي كانت نعست فيه مدة 5 أيام. كنا كنفكروا في الحل ديال الكرة ديالها، عيطنا للسيدة مدام العيدي رئيسة جمعية جود لأن كنلتجؤوا لها بزاف في الحالات وما كتبخلش علينا الحمد لله. عيطنا لها قلنا لها عندنا السيدة هي تيبقاو فيها المتشردين كيبقاو فيها النساء إلى نعسوا في الزنقة، قالت لنا غادي نكريو لها. دارت لها نداء في الصفحة ديالها، الحمد لله تواصلوا معها المحسنين جمعوا لها واحد البركة ديال الفلوس، قالت لك غتكريو لها 3 شهور وغادي تفرشوا لها البيت ديالها اللي غتكريو وغنعطيوها شي مبلغ باش تكون به تساير به الحياة ديالها تيحن عليها الله. في الليل كانت فاجئ من وراء 15 دقيقة في هذه المعلومة، قالت لي راه واحد المحسن جزاه الله ألف خير وكنشكره من هذا المنبر، قالت لك راه كيهدي لها الدار. انا مني قالت لي كيهدي لها الدار ما صدقتش، والله العظيم ما صدقت. من حنا باقيين كنقلبوا على الكره حتى كتقول لك ها هي الكره موجود، شويه كتقول لك الدار. هذيك الدار انا الحمد لله والله العظيم الا صدماتني، والله ديك الليله ما نعست كنتسنى امتى يصبح الحال باش نتاكد من هذا الخبر. والحمد لله كان جينا الحمد لله، عيطت لي جينا شنا الدار ها هي كي كتشوفوا فيها تنتوما، دارت الإجراءات ديالها كاملة باش دازت الدار في الاسم ديالها، كل شيء الحمد لله تعاون معنا. السيدة هند العيدي رئيسة جمعية جود قالت لك غنفرشوا لها الدار، الحمد لله حتى شي حاجة ما خلاتها غتخصها بفضل الله وفضلها. وانا راه باقا ما قداش ما قدرتش نعبر تاع الفرحه ديالي. انت ما قدرتيش تعبري على الفرحه، انا غادي نعاود نرجع ليوسف ولكن ناخذوا ولي كلمه مع عند شيماء. شيماء الله يبارك فيك، كنبغي مباركه مسعوده. كنشكركم نتوما وكنشكر كاع الناس اللي تعاونوا معايا وكنشكر المحسن اللي عطاني هاد الدار، كنقول الله يجازك بخير. كنشكر رئيسه الجمعيه جمعيه جود استاذه هند، كنشكر استاذه خديجه العماري استاذ يوسف واستاذه ميلوده من الشارع من الزنقه من المعاناه من الحقره من الضرب من العصا والدار ديالك مع وليداتك، كيفاش التغيير يعني؟ ربي كبير، هو اللي بغى ليا هو اللي عطاني والحمد لله. الحمد لله كنشكر الله وكنحمدو على هاد النعمه هادي، حيت ماشي سهله ماشي سهله باش انك 5 أيام من الزنقه لدارك بسميتك، ماشي سهله. انا فرحانه بزاف. السيد اللي كنتي معاه من قبل الى تواصل معاك وشاف الدار وبغى يرجع ليك ويولي راجل زوين وراجل مزيان، شنو؟ لا انا عمر هذيك الصفحه انا قطعتها صافي، انا غنبدا صفحه جديده وانا فحال يلا تزيد. شكرا شيماء ومبروك عليك. هو الحكمة الإلهية اللي طبعات على هذا الموضوع ديال شيماء، اللي كانت كما كلشي عرف 5 أيام وهي في الشارع مع 3 وليدات مع مجدولين وعلاء وياسر اللي العمر ديالهم يعني 5 سنوات 3 سنوات سنه واحده كما كتشوفوها. طبيعه الحال ما غاديش نهضر على الحظ، فالحظ اكيد كيلعب من بعض المرات في بعض الحالات، ولكن كنشوفوا الانسانيه ان جات بالصدفه يعني في مده ديال تكلمنا مع واحد دقيقه من بعد طلعت السياره ما جبنا المقر ديال الجمعيه، اتصلت بالاخت ميلوده، فاكيد الاخت ميلوده هي قامت باتصال اتصلت بالاخت مدام العيدي اللي من جمعيه جود،
فمن اتصلت بها فاكيد صرحات بالتصريح ديال البنت انها محتاجه للسكن لان ما يمكنش تخلي ثلاثه الاطفال متشردين. كنعرفوا مدام العيدي ان معروفه بهذه القضيه ديال التشرد، زائد حاجه اتصلت بجو المحسنين اللي كيتعاملوا معها، اكيد السيد الله يجازيه بخير اللي هو وهب لهذا البيت لهذا السيده شيماء مع وليدها مع الاطفال ديالها. فاحنا الحمد لله ونشكرك كنا وسيله، يعني كل واحد ادى واحد الدور ديالو ووصلنا واحد الميساج يعني. وكنشكر قناه الدار دائما اللي ما كتبخلش في هذه المواقف الانسانيه، وهو موقف انساني ان باش تشوف واحد البنت كتعيش في الشارع بالليل ما كت يعني كتمشي تحاول ان تمشي حدا كتسنى حتى شي باب ديال شي عماره يكون مفتوح او يكون عنده واحد الكروه واسع باش يتدرك من ذاك البرد اللي كيدو كيجيب. فكانت يعني هربات من العصا، هربات من العصا ديال الراجل، ما عندهاش المفر، ما باغاش تمشي للزنقه. يعني الان هي كتقول لك انا، وكتسمع البنت كتسمع، يعني حنا كنشوفوا حالات بزاف ديال الحالات، كل الحالات كيقول لك شحال غادي تجيني، شحال ديال الكرا، شكون اللي غيعطيني الفلوس، شكون اللي غادي يوصل لي الرساله، فهمتي؟ في حالات ما تساعدش معك الناس قدرت كيولي انه يقدر هو يقول لك لا ديتي رزقي. ولكن هاد البنت منين جات وهي كتصنط يسر لها الامر ديالها، وفرحناها مع 11 ديال الليل من جانا الخبر، لانه كانت واحد يعني كاين اتصالات كاين كتبحث، يعني حنا الحاله كتبحث ماشي غنصور الحاله وغادي نحبس، لا هذه الحاله راه ملزومه مني، راه عندي في المقر ديال الجمعيه، شكون اللي غادي يشوف لي الحل؟ فاكيد جانا الخبر ديال 11 الليل، و11 الليل مشينا طلعنا عندها وقلنا لها السلام عليكم، فيقناها من النعاس قلنا لها غتخوي علينا هذه الجمعيه انت والوليدات ديالك. فتفاجات مسكينه وبقات كتضحك، ماشي بقات كتضحك يعني قبل ما كتضحك تفاجات وبقات مصدومه، يعني كان او غنخرج ثلاثه الوليدات عاوتاني للبرد والشارع وداك الشيء. ففي نفس الوقت وانا نقول لها الحمد لله راكي جاتك بارتمان ان شاء الله من المحسنين. فعند قالت الاستاذه خديجه وبقاو كيتعانقوا وبات فرحانه هذيك الليله اللي ما قدرتش الفرحه، وكنا لا انا ولا ميلودا كنتسناو غير الصباح وقتاش يصبح الحال باش نمشيو. فعلا جينا الاجراءات، لا دابا هو باش ان 24 ساعه ماشي سهله، فجاو الاجراءات الاوليه مشينا حنايا درنا الخدمه الاولانيه، الخدمه الثانيه تحسبت على المدام العيدي، حتى هي دارت المجهود الكبير ديال الوثائق باش تثبت لها الوريقات ديالها عند النوطير، المسائل القانونيه باش انها دابا الحمد لله الدار في الملكيه ديالها، عندها الماء عندها الكهرباء. نعم العمل هذا هو المفاجاه الثانيه، ان حتى السيد اللي ما نساوش ان حتى من هذاك النوطير اللي كي كي كيصوب الوثائق منحها واحد المبلغ ديال 5000 درهم حتى هو كاضافه. وزائد حاجه اخرى اللي هي زويونه، غادي ان شاء الله غادي يكون العمل ديالها هنا في السكن هنايا مع السانديك، ربما غادي يقلبوا لها العمل اللي هو مزيان، يعني كل شيء غادي في تيسير الله. حنا دابا في الاجراءات كنمشيو نبحثوا على الفراش ديالها وشنو غادي خصها، كاين غتكون ماكينه الصابون كما قالت الاخت ميلودا، غتكون الثلاجه عندها، غيكون الفريش بالماريو ديالها، بحويجاتها انسانه جديده. تكلمنا معها قلنا لها الان عندك مستقبل ديال انك باش تقولي لولادك تخرجيهم واحد الطريق اللي هي صالحه للمجتمع، لان هذا هو الدور ديالنا حنا، والحمد لله حنا فرحانين وشكرا لقناه الدار وشكرا للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.